على ما كان يسير عليه أجداده في الزراعة والحصاد، استمر الفرنسي جيان برنار إيون على نفس الخطى ولم يعر المعدات الزراعية الحديثة اهتماما. وعلى الرغم من الثورة التي شهدتها الآلات الزراعية عقب الحرب العالمية الثانية، لا يزال جيان يستخدم البقرة في حرث أرضه الواقعة بمنطقة بريتني على الساحل الغربي لفرنسا. وبعد مضي نصف قرن، لا يزال السبعيني يصر على الحفاظ على الطرق التقليدية التي اتبعها أجداده من قبله، مستفيدا من لحوم وحليب الأبقار كدخل إضافي على اعتبارها منتجات عضوية، إلا أنه يخص فيها زوار مزرعته عن بيعها في الأسواق الأوروبية. جيان وزوجته لورانس يتقاسمان العمل في المزرعة ويطحنان القمح يدوياً، ويرون أن لا حاجة للتغيير إذا كان العمل يسير بشكل جيد، ولا حاجة أيضاً للمجازفة والجنون. ويعترف المزارع بغرابته، مضيفاً أن طريقة عيشه صعبة جداً بالنسبة للأجيال الأصغر سناً.